التعويذ دي لقيناها في مكان الجريمة. بص يا سعادة البيه، اديني بس حبة وقت واجيب لك قرار التعويذة دي. انها زي كل الناس مش مقتنعة بموضوع الصرع. الحقني، انا خايفة قوي، انا بخطر هيقتلوني، الحقني بسرعة. باختصار شديد احكي لي كل حاجة من أول ما جات لك هناء لحد ما نفذت كل جرائمك دي. النبات عمالة بتزيد ومش عارفة أعمل إيه، والأدوية بتاعت الصرع بتعمل له هلاوس وتخيلات، أنا خايفة عليه قوي. أنا شايف تعالي نروح لشيخ زي ما هناء قالت، وتعالي نجرب يمكن الدنيا تهدى. بالله عليك تساعدهم، الولد حالته بتزيد ونوبات الصرع كل وقت بتزيد عن التاني. أنا من طرف أدهم بيه، وأدهم سمع كتير عن بركاتك وتأثيرك على الناس. بص، هو هيدفع لك زي ما انت عايز، أهم حاجة تفرق بين الراجل ومراته. أدهم بيه وعيلته ما كانوش راضيين عن الجوازة من الأول. ده انا هوديك في داهية، ده انا هخرب بيتك. مش قلتلك الاب بس؟ قتلتهم كلهم ليه؟ بتخدع الناس تحت مسمى السحر، وبتنفذ جرائمك وتوهمهم انك واصل وعندك بركات. انت لازم تتعدم 20 مرة. ما كنتش ناوي اقتلهم هما الاتنين، الام هي اللي صحيت وهجمتني، قتلتهم هما الاتنين. انت فاكر كده الحكاية خلصت؟ الحكاية لسه هتبتدي.